والله محتاجين تبليط، نظافة، الأنقاض بعدها أنقاض الحرب، ما شايلها كلها ضالة. نعم. لك المي هم مقطوع. المي مقطوع صار الأسبوع. ليش؟ والله ما أعرف. هسه سألت ولد، أنا ما من المنطقة، بس سألت ولد قال صار أسبوع ما عندنا مي. زين. تعتقد أنت ال 40 مليار جاي المحافظ راح يصرفوه على الخدمات؟ لا والله كي طالع بوجهها. ماكو أي صرف. أي صرف أي المدينة مثل ما هي من وضع داعش لحد الآن مثل كل شيء ما تغير بها بس التبليط والأرصفة. الخدمات الفعلية ماكو نهائيا ماكو لا بلدية لا أبد الأنقاض الوسخ تحكي الوسخ بالشوارع. أنت شو توجه رسالة الكاظمي حتى يسمعك؟ والله شو نوجه؟ إحنا بس نريد نصير مثل هالعالم هذه، نصير مثل باقي هالمحافظات اللي عايش يشتغلون محافظة ما عايش يشتغلون بها كل شيء ما يشتغلون بها. والله الامور تعبانه عالم مسحوق رواتب ماكو وعالم هلكانه. زين اكو 40 مليار جاي المحافظه، تعتقد هاي المبلغ ينصرف على المشاريع؟ لا بالله بينصرف على نصها بوق، نصها حراميه بوق علني. يعني احنا تحررنا قلنا بش نعيش بش نشوف تصير غير امور. المعاسي ماسي كل نفس ماكو شيء، ماكو اختلاف. يعني الايمن تعبان، الحزب الشباب الايمن كله بطال. هسه احنا وين؟ بالدور المحطة. ايه شلون وضعية دور المحطة؟ والله تعبانة. ليش؟ من كل الاوضاع، خدماتها ما مضبوطة، كهرب ماكو، ماي ماكو، ماي هاي صار 3-4 ايام مقطوع، هاي الانقاض موجودة، الوسخ، خدمات ماكو. ايه ليش النفايات كثيرة هنا؟ ماكو بلدية ما تجي هنا. زين. اكو 40 مليار جاي للمحافظه، تعتقد هاي ال 40 مليار راح يصرفوها للخدمات؟ ما اعتقد. يعني ليش؟ ما اعتقد الخدمات ماكو يعني حد يجي ينظف، حد يجي يتابع. يعني معتازات التنظيف، الشوارع هاي شفت هسه المدخل مالتها تمطر الدنيا، الشارع هذا كله يصير فيضانات وصيانات. زين نظافات، يعني منظفات الشغلات. بيوت مهدمه هنا كثير. اي اكو بيوت اللي ما عنده ما يقدر يصلح وماكو تعويضات. زين هاي شي يريدون هم العالم. زين الفلوس جاي المحافظة، تعتقد هاي الفلوس تنصرف على الخدمات لو تروح؟ والله ما اعتقد تنصرف عليها، لان هي 3/4 الفلوس العراقيين رايحة هي. زين الشعب كل شي ما مستفاد من عندها.